رحمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. رجل في مقر عمله خارج بلده مسافة قصر. ولا المروحة. نعم. رجل مقر عمله خارج بلده مسافة قصر. نعم. فهو يبيت مقر عمله 4 أيام ثم يرجع إلى بلده البقية الأيام من بقية الأسبوع. نعم. فأيهما يعتبر مسافر فيما عند مقر عمله التي يبيت فيها في طيب مقر عمله هل هو مؤقت أو غير مؤقت؟ لا غير مؤقت. غير مؤقت. هو مؤقت في لآخر السنة مثلا. محدد في آخر السنة مثلا. إيش؟ محدد في سنة واحدة مثلا. يعني محدد يعني معناه بعد سنة يرجع البلد. بعد سنة سيرجع البلد. هذا مسافر. لكن يبيت في مقر عمله مثلا 4 أيام. أي هذا يعتبر مسافر. مثل يفرض إنسان وكل إليه التدريس في قرية. في قرية من القرى. يبقى فيها أسبوعا وفي عطلة آخر أسبوع يرجع إلى أهله. هذا يعتبر مسافرا. لكن يجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين. لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافر؟ لا. لأنه سيرجع. لأنه مستوطن. رجع إلى أصله. أين؟ فينقطع السفر. نعم.